أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين دعا إلى اجتماع يضم الإمارات والكويت والأردن في مكة غدا الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العاهل السعودي بكل من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير الكويت والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.